طب في حاجة كده محيرها، هي كده ايه رأيك نشوف الحاجة اللي محيرها دي؟ اشوف. اتفضل. هو دايما يعني الواحد فينا لما يجي يسأل الفنان سؤال بيسأله عن الأخبار اللي نشرت في الجرائد، وأنا طبعا مش هسألك خالص على موضوع الهجرة لأن أنا قررت نفسي أنا مقتنعة أن الكلام ده هو مش هيحصل، لأنك أنت يا منير لا يمكن أنك أنت هتسيب مصر على الإطلاق على الإطلاق، لأن أنا عارفة قررت نفسي عارفة قد إيه أنت متعلق بالبلد وانا متعلقه بالبلد. لا انت تقدر تهاجر ولا انا اقدر اهاجر ولا اي حد فينا بيعشق مصر يقدر يهاجر. انما السؤال الثاني اللي انا سالته لنفسي انه طب انا ما بتجوزش لانه صعب ان انا اوفق ما بين مستقبلي الفني، وصعب ان انا اوفق ما بين يعني امومه وخلفه وتربية أسرة وكل الكلام ده هو. إنما أنت يا راجل سهل عليك أنك أنت تلاقي بنت الحلال، أكيد كتير جدا سألوك السؤال ده هو، وكمان اتكتب في الجورنال أو اتكتب في مجلة من المجلات أنك أنت قررت تتجوز، يا أنت حطت عينك على واحدة كده ولا كده، وأكيد يعني مدام صفاء مش هتسيبك في حالك هتسألك السؤال، فإذا ما هي ما سألتلكش يبقى أنا سأسأله لك. ما اتجوزتش ليه؟ طبعا ده كلام فاضي، ما اتجوزتش ليه؟ لانك انت اكيد هتبقى الرد انك انت كنت بتبني مستقبلك. انما هل صحيح انك انت كنت حاطط عينك على واحدة اعتقد انه كانوا بيقولوا انها قريبة؟ رد. بس قريبة وحبيبة طبعا البنت البيضة الحلوة النوشة دي يعني عاملة مشكلة نفسها ان هي يعني عايزة تتجوز وبتقارن ان هي ما الشغل شغلها. ما انا عايز اقول لها مسألة ببساطة، يعني انا موافق نتجوز وهي تقعد في البيت وانا حاملني ليا وليكي، يعني ما مش الراجل يعني ممكن، فما ما فيش اي مشكلة يعني، دي مش حاجة. احنا برضو عايزين نشوف انوشكا عروسة حلوة كده ولذيذة، وانت عريس بقى وانا اغني، وانت عريس وانا اغني وهتديني فلوس في الغناء تبقى يعني عريس. انت رفضت العرض ولا ايه؟ لا هم ما عرضوا، هم عشان عارفيني بيهزروا كويس يعني بيا، لكن هم عارفين انا في حالي يعني ما ونشوف فاكس هتتجوز لو قلنا الحقيقه هتتجوز ثاني يوم. المذيعه الفنانه صفاء سعود ساعدنا من خلال بروموهات ساعه صفاء باستضافه النجم الاسمر محمد منير، وانا من اشد المعجبين به ولي رغبه في طرح سؤال هام. هل تسلق محمد منير سلم السينما باسم محمد منير المطرب ولذلك لم يحقق نجومية الشباك حتى الآن رغم حصوله على فرصة وقوفه أمام سيدة السينما العربية فاتن حمامة؟ ولماذا يسير في مجال السينما بمبدأ مطرح ما الريح ياخدني؟ سالم حمدان. لا انا ما بصيرش كده يا عم سالم، يعني انا بروح للسينما زي ما قلت في البدايه، انا ما بروحش بمنطق في نجوميه او بطوله، انا بروح السينما بجرب بس وبتعامل مع مجموعه، لكن مساله ان اكون نجم شباك او عدم شباك دي مش مقاييس حقيقيه، لان انا نجم شباك في عالم الاغنيه بالنسبه لي. هل نجم شباك في عالم الاغنيه مش ممكن يكون نجم شباك في السينما؟ جدا لو السينما اتعملت لي بمواصفاته، لكن انا ما روحتش بالسينما دي، انا روحت بالسينما اللي فيها محمد منير الانسان البني ادم الممثل اللي بيروح، لكن ما روحتش انا مغني وعامل موضوع عشان يصلح لمغني وعشان حد. طب وما الذي يمنع ان يذهب محمد منير للسينما بصفته النجم الشباك لان ما فيش موضوع زي ده معمول واتكتب بشكل صح وانا رفضته. وليه ما يتعملش لمحمد منير موضوع مخصوص يحطه في مكانه وفي نجوميته في السينما؟ انا في انتظار، خصوصا انك وقفت قصاد ناس كبار ومع مخرجين كبار. انا في انتظار السينما دي، السينما اللي تدفعني المكانه اعلى لوحدي. لكن انا معترف ان انا بقدم سينما جميله جدا مع الاخرين. أيوه. مش لوحدي، مش بصفه المغني. السينما دي ما جاتليش لحد النهارده، ومحدش بيعرف يكتبها وما اتكتبتش كويس. طب ايه رايك في حكايه مطرح ما الريح ياخدني دي؟ لا يعني لا بالعكس، انا كل دي اختيارات،
كل دي اختيارات. انا عملت في حياتي على عدد صوابع ايدي اغاني، انا اقل منهم بكتير. فانا في كل حاله كنت بروح مناخ مناسب ليا، في حدوته مصريه، في المصير، في اليوم السادس مع شاهين برضو، طقل وسرى، ويوم مر مع خيري بشاره، في حكايه الغريب مع انعام محمد علي.